السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مشروع فيلا كبيرة في دبي هنقولك عليها دلوقتي، وتعالوا نفضي الكراتين مع بعض ونتكلم على البروجكت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة المشروع بتاعنا يا اخوانا عبارة عن فيلا كبيرة في دبي، تقريبا قصر، تقريبا بنتكلم تقريبا على مساحه 600 متر في 3 ادوار، كل دور تقريبا 600 متر. اول اوبشن كان عندنا ان احنا نشتغل وايرد، لكن لما رجعنا للكلاينت لان مش هينفع وايرد، لازم مش هينفع نمد كابلات لان الفيلا ساكنه تقريبا او هتسكن خالص. الاوبشن بتاعنا بعد كده كان الوايرلس. طبعا طالما انا رايح لوايرلس مساحه كبيره، فاول اوبشن بالنسبه لي هو الزي ويف. الزي ويف كتكنولوجي اكتر حاجه في الوايرلس ستيبل في المساحات الكبيره. هنقول لكم دلوقتي ليه. ده نعمل البيو كيو بتاعنا ونحدد هنحتاج اجهزه ايه في الفيلا دي او في القصر ده. تمام، تعالوا النهارده نراجع بسرعه. الكراتين كانت قدامنا من شويه، قضينا معظم في الكراتين او سامبلز في الكراتين نتكلم فيها مع بعض. اول حاجه في الزويف عندي دايما الهب بتاعي او الهوم سنتر بتاعي. في الحاله دي مستخدم هوم سنتر 3 بتاع فبارو. ليه هوم سنتر 3 بتاع فبارو؟ علشان بيقدر يتجريت معايا زيك بي زي ويف واي فاي وكل الحاجات التانية اللي عندي زي الانتركوم وزي الكاميرات قدرت تبقى على ابلكيشن واحده. المساحه عندي كبيره قوي، فلازم احط اكتر من هوم سنتر، يعني احط واحد ماستر او وسليفز تانيين. فاستخدمت في البروجكت ده تقريبا واحد هوم سنتر 3 وتقريبا 9 هوم سنتر 3 لايت، واحد يستخدم ماستر والتابعين سليف. تمام، وعلشان الموضوع يبقى ستيبل احنا عرفنا ان هوم سنتر 3 لايت بيشتغل واي فاي بس، ما يركبش ايثرنت كيبل، فحطينا له هنا الادابتور ده عشان اقدر اوصله مع الهوم سنتر 3 لايت بتاعي ويشتغلوا كلهم مع بعض على الايثرنت كونكشن مش على الوايرلس كونكشن. فكده انا خلصت الجزء بتاع الحب بتاعتي. تمام، يكمل لي الموضوع بعد كده ان انا اتحكم في الاضاءه. التحكم في الاضاءه عندي كان عندي كذا اوبشن في الموضوع، يا اما اجيب تاتش بانلز او ان انا اجيب في الحاله دي زي ما الكلاينت كان عايز موديولز اللي جايب الحاجه بتاعته. فالموديولز بتاعتي استخدمت هنا الهيلتون هيفي ديوتي موديول، ماشي، وده سنجل شانل بيشيل 16 امبير، واستخدمت كمان معايا الفيبارو دبل سويتش موديول. والميزه في الاثنين ان ده يقدر يغطي لي الشانل واحده على 16 امبير، ويقدر يغطي لي تو شانلز مع بعض، فاقدر اغطي رقم كبير. تقريبا مستخدم في البروجكت ده حاجه بتاعت 80 او 90 موديول زي ده. وعشان الصوره تكمل وعشان اللود ما يحملش على الموديول بتاعي، فدايما بستخدم معايا عاده سيفت ريلي زي ده كده، زي هنا جايبينه من شنايدر. اوكي، والسيفت ريلي ده مهمته ان هو ياخد هو اللود، ما يبقاش متحمل على الريلي بتاع سبارو او بتاع هيلتون اللي عندي، عشان لو في انرش كارنت عاليه ولا حاجه الموديول ده هو اللي ياخد اللود، ماشي، واللود ما يتحملش على الديفايس بتاعي. فحتى لو حصل اوفرلود او حصل اي حاجه الموديول ده اللي هو يعتبر مش غالي نسبيا هو اللي يشيل اللود عندي، ما عرضش الاجهزه بتاعتي لخطر خالص. والاجهزه دي بنجيبها بعدها لشنايدر، لان احنا دايما بنجيب دايما اهم حاجه عندنا في السيستم بتاعنا يكون الكواليتي بتاعتنا. عندنا ايه تاني؟ عندنا ستاير. الستاير عشان نستخدمها جبنا برضو السوبارو بولر شاتر اللي اقدر اركبه على موتور الستاره، يخلي الستاره سواء كانت ستاره او كانت شاتر او كانت لاينز انها اقدر اتحكم فيها من الابلكيشن بتاعتي. ايه تاني كان عندي كمان هنا؟ كان عندنا كمان كنترول في التكييف. مش اتحكم في التكييف، استخدمنا هنا الهيلتون ترموستات الزي ويف اللي اقدر اركبه عندي على التكييف بتاعي. التكييف في الحاله دي عندي وفان كول يونت، فاقدر اركب الفان كول يونت ده على التكييف بتاعي. فاضيين تقريبا حاجه بتاعت 19 او 20 واحد منه تقريبا على ما اتذكر، وده بيديني فانكشنز كامله اقدر اعمل سكيدولنج عليه واتحكم من الابلكيشن بتاعتي من سنجل ابلكيشن. ايه تاني عندنا؟ عندنا برضو عشان الرينج بتاع الفيلا كبير، فاستحيت ان انا استخدم اكستندر من ايوتك. ايوتك اكستندر بيديني رينج اقدر ازود فيه رينج الزويف بتاعي، بيامبليفاي السيجنال ويكستند السيجنال بتاعتي، فبيفيدني جدا في الحاجات اللي انا قلقان فيها ان السيجنال كواليتي بتاعتي. برضه العميل كان عايز يتحكم في الانتركوم او انه يشوف الانتركوم على السنجل ابلكيشن بتاعتنا، فكان اختيارنا هو الدور بيرد انتركوم. ده براند الماني، والميزه اللي فيه ان اقدر انتجريته مع السيستم بتاعي. طبعا هو فيري هاي كواليتي، بيستخدم ستيب بروتوكول، واقدر انتجريته مع السيستم بتاعي، فيبقى نفس الابلكيشن اللي عندي بستخدم فيها، شايف فيها الكاميرات بتاعتي، شايف فيها الانتركوم بتاعي، وشايف فيها طبعا السيستم بتاع الاوتوميشن بتاعي كله كمان. الكلاينت بعد كده كان عايز ايه كمان؟ الكلاينت كان عايز يتحكم في الموضوع عن طريق الشاشه، فجبنا له هنا شاشه 10 انش
مخصصه لسمارت هوم، يعني مش تابلت، لا ده شاشه مخصصه لسمارت هوم. انتم شايفين كده، هتلاقي كمان ان هنا ليها الماونتنج بتاعها، تركب على الماونت بتاعنا العادي جدا من غير ما اكسر لها حاجه، وتاخد باور من عندي وايثرنت كمان، بس شغال على طول معايا، مش حاسس ان انا اكسر حاجه في الفيلا بتاعتي او اعمل حاجه زياده فيها خالص. دي كده بكل بساطه كومبوننتس استخدمتها عشان اعمل الفيلا دي تبقى ستيبل في الكوميونيكيشن بتاعتها وسكيورد طبعا، الكواليتي بتاعت السيستم اعلى ما يكون. استخدمت تقريبا في البروجكت ده حاجه بتاعت زي ما قلت هوم سنتر 3 و9 تقريبا هوم سنتر 3 لايتس تقريبا، موديولز حاجه بتاعت 90 او جايز اكتر بالرولر شاتر بتاعت الماوت بتاعت الستاير. استخدمت دور بيرد، استخدمت لغايه دلوقتي شاشه واحده اكسبكتد تزيد، استخدمت الاكستندر بتاع ايوتك كمان علشان ازود السيجنال عندي. هنتكلم على كل حاجه في البروجكت ده او البروجكت اللي زيه بعد كده بالتفصيل، بحيث نعلمك ازاي لو انت داخل على بروجكت زي ده وعايز عايز حتى تعمل عندك بروجكت في البيت بتاعك ازاي تعمله. تابعونا ان شاء الله، ولو في عندك سؤال ابعتوا لنا. السلام عليكم.